في إطار التعاون المشترك بين المجلس البلدي غدامس ومنظمة التعاون الألماني JIZ لمجابهة انتشار جائحة فيروس كورونا، أقيمت في قاعة ديوان البلدية ورشة بخصوص وضع خطة عمل للاستجابة والتأهب السريع. ورشة عمل على خطة الاستجابة والتأهب في البلديات. المشروع هذا مستهدف 8 بلديات من ضمنها بلدية غدامس. الهدف من البلدية هو وضع خطة أو وضع خارطة الطريق للبلديات في مدى استجابة واستعداد البلديات هذه للجائحة هذه. المستهدفين في الورشة كانت مؤسسات المجتمع البلدي، بلدية غدامس، مستشفى غدامس والخدمات الصحية والهلال الأحمر والجانب الإعلامي حتى هو من ننسوش في الموضوع. هو كانت نقاط أو أجندة العمل المستهدفة في الموضوع هذا تحديد أو وضع الخطط الاستراتيجية المهمة اللي كانت تخدم على في بعض المدن أو الدول الناجحة وكيف نقدروا نطبقها في البلدية هذه. استهدفت الورشة أعضاء المجلس البلدي وأعضاء فريق الاستجابة والعاملين بقطاع الصحة ومتطوعي الهلال الأحمر وبعض الناشطين بالمجتمع المدني. تمحورت الورشة حول الاطلاع على التجارب الناجحة في بعض الدول المتقدمة في مجابهة الوباء وبلورة هذه الخبرات في الخطط المراد تنفيذها بالنظام المشاركة المجتمعية. كما تم في الورشة تحديد المهام والمسؤوليات والعناصر المؤثرة والفاعلة وتعزيز جهودهم ومعرفة آلية التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المانحة.